معنى بأنه ردوان كان بيحكي عنك أشياء كتير حلوة وبيقول أوش أنه بيكون في سون كولابوريشن مع هايفا، أنه حكيتوا شيء بلشتوا بحبشتوا فيه ولا بعد تعرفك أكيد سيمو بشير، سيمو صديقي صحفي بالمغرب، أنا كتير بحبه، وهو وقت التقينا بلوس أنجلوس عرفني على ردوان، تعرفت على ردوان وعلى عائلته، وهو إنسان كتير موهوب، وطبعا بتمنى بيوم الأيام أن يكون في تعامل بيني وبينه، لأنه أنا موسيقته كتير بتعجبني، ومعروف عنه أنه هو من أهم الهيتس اللي بالعالم هو عملها لكتير فنانين، سو ما بالك إذا عمل معي شيء شو معقول يطلع.